أهلا بكم في موجز لآخر أخبار الاقتصاد والمال. قال وزير الزراعة الحالي محمد الخفاجي إن ما سماها المؤامرة على المنتج المحلي مستمرة لإنهاء حالة الاكتفاء الذاتي. وقال الخفاجي إن العام الماضي شهد إنتاج 6 مليارات و500 مليون بيضة، وهو رقم تاريخي لم يحققه العراق مطلقا. أشار إلى أن الإنتاج أو إنتاج العراق من البيض كان لا يتجاوز 1,300,000,000 بيضة سنويا، في حين حقق طفرة في حجم الدجاج المنتج محليا، مبينا أن وزارته فتحت أكثر من 20,000 حقل للدواجن في عموم البلاد. أكدت مصادر صحفية تفاقم مخاوف المزارعين في محافظة النجف من تأثير قلة الإطلاقات المائية على الموسم الزراعي المقبل في ظل غلاء أسعار الأسمدة وتأخر تسلم مستحقات الفلاحين المالية من قبل الحكومة. وأضافت المصادر نقلا عن المزارعين أن أكبر ما يهدد القطاع الزراعي في العراق هو استمرار موجة الجفاف بعد قطع إيران مياه الأنهار عن العراق، إضافة إلى شح الأمطار خلال موسم الشتاء الماضي. وحذرت المصادر من أن يسبب الجفاف ارتفاعا غير مسبوق لأسعار المحاصيل الزراعية واستمرار الهجرة من الريف إلى المدينة. أكدت مديرية ناحية السجلاوية أن القطاع الزراعي في محافظة الأنبار يعاني من الإهمال الحكومي، محذرة من تداعيات خطط وزارة الموارد المائية في تقليل الحصص المائية. وأشارت المديرية إلى أن ناحية السجلاوية تحتوي على 100 دونم من الأراضي الزراعية لم يستغل منها سوى 40 دونما، نصفها بدون خطط زراعية، مضيفة أن تقليل الحصص المائية للمحافظة سيكون إجراء ظالما لشريحة الفلاحين ويفاقم من معاناتهم. طالب أهالي محافظة صلاح الدين بوضع حد لتجاوزات أصحاب المولدات الأهلية وتوحيد التسعيرة في وقت لا تزال فيه الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات الطاقة بالبلاد. واشتكى أهالي المحافظة من قرار أصحاب المولدات رفع أسعار الأمبيرات مع دخول فصل الصيف، لافتين إلى تفاوت هذه الأسعار بين أقضية صلاح الدين وخصوصا بما أصبح يطلق عليه نظام التشغيل الذهبي. سجلت أسعار النفط تراجعا بعد ما أعلنت الدول المستهلكة عن سحب كميات ضخمة من النفط من احتياطات الطوارئ. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% لتبلغ 100 دولار و 58 سنتا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% ليصل إلى 96 دولارا و 3 سنتات للبرميل. وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من المخاوف الناجمة عن الإغلاق الذي فرضته الصين بسبب فيروس كورونا وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم الروسي. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.